لحد هناخد الميتابوليك بالنسبه للاكيوت. بالنسبه للاكيوت احنا اتفقنا ان الاكيوت يعني هي الرسمه دي هناخد جزء خدناها في العملي بس عشان الناس اللي ما خدتش معانا عملي احنا هنقول اول جزء فيها وهنكمل الجزء الثاني الحصه الجايه ان شاء الله. الاكيوت هيباتايتس يا اما بيحصل له ريزوليوشن لوحده او التريتمنت، يعني انا لو عندي حاله اكيوت هيباتايتس يا بتم لوحدها يا ويز تريتمنت، يا اما بعد 6 شهور لو استمرت لو بيرزست اكتر من 6 شهور بسميها ايه؟ كرونيك. والكرونيك هيباتايتس يا اما يحصل له ريزوليوشن سبونتانيوسلي او ويز تريتمنت، يا اما يظل زي ما هو ستيشنري، يا اما يبروجريس، وده اللي هيديني حاجه اسمها الايه؟ السيروز. ومش هتكلم عن السيروز بقى النهارده، تمام؟ هيبقى كلامنا كله من دي عن مين؟ عن الكرونيك هيباتايتس. مبدئيا انت عشان تشخص حاله كرونيك هيباتايتس الدايجنوزيس هيعتمد على ايتمز في الهيستوري وايتمز في الاكزامينيشن وايتم في الانفستيجيشن. يبقى مره ثانيه مصير الاكيوت هيباتايتس يا اما ريزوليوشن، تمام، يا اما بعد 6 شهور يبقى كرونيك. والكرونيك هيحصل له ريزوليوشن يا يفضل زي ما هو يا بروجريس، ودي حصه جايه ان شاء الله يوم الثلاثاء. طيب ازاي اشخص حاله كرونيك هيباتايتس وايه اسباب الكرونيك هيباتايتس؟ الكرونيك هيباتايتس اسبابه الاشهر هم خمسه. اولا انفكشن اوتو اميون ميتابوليك دراجز وبوليوشن. كتاب الاسم عندنا كاتب ان اسباب الكرونيك هيباتايتس هم الخمسه دول. طب مين الانفكشنز اللي تعمل كرونيك هيباتايتس؟ طبعا الهيباتايتس بي فيروس، الهيباتايتس سي فيروس، الاشتنبر فيروس، السيتوميجالو فيروس، يمكن دول اشهر الكرونيك هيباتايتس فيروس. طيب الاوتو اميون هنتكلم عليه في الاواخر، الميتابوليك ليبر ديزيزز حاجات كتيره جدا بس كلهم اوتوزوما ريسيسيف زي البوشيه، زي مش مكتوب عندك بس هو النيمانبيك، الاثنين دول يعتبروا ليبر ستورج ديزيزز. ويلسون ديزيز في حاجه اسمها الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، سيستيك فايبروزز، جالاكتوزينيا، جلايكوجين ستورج ديزيز، كل دول يعتبروا ميتابوليك ليبر ديزيز. الدراجز يمكن اشهرها الباراسيتامول، فالبرويك اسيد اللي هو الديباكين ده واحد من الانتي كونفالزن، الميثوتريكسيت ده كيموثيرابي، حتى واحد من اليورينري تراكت انفكشن كيموثيرابي اللي هو نايترو فيورانتويد، وغيرهم طبعا. يعني في ادويه كتير عندنا بتبقى هيباتو توكسيك او بتعمل توكسيك هيباتايتس عندنا في الكيموثيرابي، ولكن احفظ اللي الكتاب كاتبهم وخلاص. طبعا بوليوشن اشهرها الافلاتوكسين اللي هو بيبقى موجود في الحبوب، يعني الافلاتوكسين ده بيبقى موجود في الحبوب اللي بتبقى متخزنه فتره طويله، ده ممكن يعمل هيباتايتس كرونيك هيباتايتس. طيب زي ما قلت ايه الايتمز اللي في الهيستوري اللي تقول لي ان الحاله دي كرونيك هيباتايتس؟ في حاجات في البريزنت هيستوري، في حاجات في الباست هيستوري، وفي حاجات في الفاميلي هيستوري. بمعنى ايه؟ ايه اللي في البريزنت هيستوري الطفل يقول لي ان الحاله بقت كرونيك هيباتايتس؟ ان الاكيوت يستمر اب تو 6 شهور. ايه اللي موجود في الباست هيستوري؟ ان يكون عندي طفل عنده دلوقتي صفر دايركت هايبر بيليروبينيميا، ويكون من وهو مثلا لسه نيونيت او انفانت كان عنده باست هيستوري قبل كده، سوابق قبل كده انه كان عنده دايركت هايبر بيليروبينيميا، وبالتالي حتى لو دلوقتي لسه الصفر او الهيباتايتس اللي عنده ما استمرش 6 شهور الا انه عنده سابقه قبل كده الحاجه دايركت، اربط الاثنين ببعض وتوكل على الله واعتبرها حاجه كرونيك انتل بروفد اذر وايز. تاخد بالاحمر طالما عنده اثنين دايركت، اثنين هيباتايتس، اثنين ليفر افليكشن في وقت واحد في عمره، حتى لو الثانيه لسه ما استمرتش 6 شهور اقول ان الحاله دي غالبا كرونيك، يعني لو في سوابق قبل كده. تمام؟ الفاميلي هيستوري نفس الكلام، لو في سوابق بقى بس مش عنده هو في العيله نفسها، يعني لو حد مثلا في العيله عنده ليفر ديزيز
حد في العيله جاله ليفر سيلفير، حد في العيله عنده اي كرونيك هيباتايتس او ميتابوليك ليفر، حد من اخواته عنده حاجه في الكبد وهكذا. ايه في الاكزامينيشن؟ اغلبكم خد سواء معايا في العمل قبل كده او في البطنه، كلكم عارفين المانيفستيشن اوف ليفر سيلفير، بس انا مقسمها في المذكره اتنينات كده قدام بعض. يعني مثلا اول اثنين يتعلقوا، بص على المذكره، زي اثنين في ليفر، سواء الليفر دي كانت هارد مونيكولر او شرانك الليفر، في الحالتين اكيد الحاله مش اكيوت، اكيد الحاله كرونيك، يعني دي تحتاج الكرونيزم. اثنين حاجات تتعلق بالبورتال هايبرتنشن، كلكم فاهمين يعني ايه بورتال هايبرتنشن، اسايتس او سبلينوميجال، تمام؟ او هي خلينا نقول، انا اسف، هيماتيميسيس ومينينا وسبلينوميجالي، هم دول البورتال هايبرتنشن. لكن في اثنين فلويدز في الجسم اللي هم الاسايتس والايدينا، يبقى اثنين ليفر، اثنين فلويد، اثنين بورتال هايبرتنشن، تمام؟ وبعدين في اثنين في الهاندز، تمام؟ سواء كان كلابنج او بالمر اريسيما، وفي اثنين يتعلقوا بالنمو سواء كان الماسل ويستنج او الجروس ريتارديشن. يعني انا عندي مريض كبد وزنه وطوله قليل، مريض كبد وعنده كلابنج، مريض كبد وعنده ايديما واسايتس، عنده هيماتيميسيس ميلينا، عنده سبلينوميجالي اللي هي هايبر سبلينيزم، عنده بالمر اريسيما وهكذا. كل الحاجات دي تقول ان العيان ده اكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك. يبقى دي سؤال مهم جدا، ايه الفيتشرز اوف كرونيسيتي؟ سواء في الهيستوري اكزامينشن، ثم بعد كده في الانفستيجيشن. يبقى في الاكزامينشن في قلنا حاجتين في الليفر، حاجتين بورتال هايبرتنشن، حاجتين فلويدز، حاجتين في الجروث، حاجتين في الهاند. اما في الانفستيجيشن هنعود نفسنا بقى ان في حاجه اسمها خلينا نقول في حاجات تتعلق باللابر، في راديولوجي، واخيرا بايوبسي. يعني في الانفستيجيشن في لاب، في راديولوجي، في بايوبسي. ايه اللي يتعلق باللابر؟ يتعلق باللاب ان الالبوم ان يكون قليل، ان يبقى في برولونج البروترومبين تايم، وان رقم ثلاثه ان الانيونوجلوبولين اي جي جي يكون عالي، لان الانيونوجلوبولين طالما عاليه يبقى اوتو انيون، ولو قلت ان يبقى فيك ولا كرونيك يبقى كرونيك. ايه كمان؟ راديولوجي هنقول حاجه اسمها دوبلر التراساوند. الالتراساوند العادي هو جهاز بيتحط عشان يفرق بين فلويد وسوليد، لكن الدوبلر التراساوند هو جهاز التراساوند برضه، ولكن مش بس يحدد الفرق بين السوليد والفلويد، لكن يقول لك اذا كان الفلويد ده بيتحرك ولا لا، واذا كان بيتحرك الفلويد رايح ناحيه البروب ولا بيبعد اجينست البروب، ودي فكره الايكو بصفه عامه، تمام؟ وبالتالي يقدروا يعرفوا ببعض الحسابات الديامتر بتاع البورتال بين، يعرفوا الفلو بتاع البلاد في البورتال بين، يعرفوا الفيلوسيتي. يبقى ثلاثه، دايركشن، فيلوسيتي، دايامتر. على السبوره اهو، دايركشن، فلو، ودايامتر، كل ده خلال البورتال بين، ومن خلال ارقام الحاجات دي حسب العمر يقدروا يعرفوا اذا كان الطفل ده عنده بورتال هايبرتنشن ولا ما عندوش بورتال هايبرتنشن. فلما باجي اتسال ازاي اقدر اعمل انفستيجيشن لبورتال هايبرتنشن، عندنا ده رقم واحد، دوبلر التراساوند، بالاضافه الى طبعا الاندوسكوب عشان اعرف اذا كان في باريسيس ولا لا، زودها، بعمل اندوسكوب عشان اعرف اذا كان في باريسيس. ثم اخيرا تظل الليفر بايوبسي. هي مين؟ هي الجولدن ستاندرد رول لتشخيص اي كرونيك ديزيز. وبيني وبينك اكتب ان البايوبسي محتاجه، اولا هي بتبقى غالبا البايوبسي نان باثوجنومونيك. يعني ايه نان باثوجنومونيك؟ يعني البايوبسي في العادي ما بتقوليش سبب الكرونيسيتي، لكن اكتب هي بتديتكت بالظبط كده، بتديتكت السيفيريتي اوف كرونيسيتي. يعني ويل نوت ديتكت ذا كوز اوف كرونيسيتي، بس ويل ديتكت the severity of coronicity. يعني هي مش هتقول لي سبب الكرونيك ديزيز ده، هتقول لي هو قد ايه كرونيك عشان اعمل قبل العلاج واعمل بعد العلاج عشان اقيم علاجي اللي انا بديه صح ولا مش صح. مفهوم الكلام؟ في حاجه كمان بس قبل ما انسى، خلاص دي انا هجاوبها حضرتك. قبل ما بعمل، قبل ما بشخص، او قبل ما بعمل ليفر بايوبسي، انت مطالب انك تطمن العيان مش هينزل، مش هيحصل له انترنال بيلز. عشان كده بنقول اصلا مرضى الكبد معظمهم بينزلوا، فحضرتك قبل ما بتعمل ليفر بايوبسي بتطمن الاول على البليت كاونت، بتطمن الاول
على الاي ان ار بتطمن على البي تي على البي بي تي تي، واخد بالك؟ فلو جالك عيان انت عايز تعمله ليبر بايوبسي طلع الاي بي تي تي والبي تي بتاعه حاجه منهم برولونج، انت مضطر تدي العيان فيتامين كي ومضطر تدي العيان بلازما عشان تحسن البليدنج بروفايل عشان تقدر تعمل ليبر بايوبسي. نفس الوقت لو طلع البليتلت كاونت بتاعك قليل مضطر تدي العيان بليتلتس عشان ما يحصلش الكلام ده كنا قلناه في العمل بس نعيده تاني. ماشي الكلام؟ مكتوب الكلام ده فوق. لا في البيلير ابريزي احنا بنعرف حاجه اسمها دي سي ساين، دي حاجه ثانيه. دي سي ساين دي شكلها. حد يسال عنها؟ انفستيجيشن. عندنا ثلاثه انفستيجيشن لاب راديولوجي بايبس. اللاب اللاب فيه ثلاثه. ان الالبومين يكون قليل، ان البروثرومبين تايم يكون عالي، وان الاميونوجلوبولين يكون بوزيتيف. ليه؟ لان بوزيتيف اميونوجلوبولين دليل على الاوتو اميون. والراديولوجي دوبلر، والدوبلر بيديتكت ثلاثه، دايركشن اوف بلاد، فيلوسيتي اوف بلاد، وذا فيلوسيتي يعني ودايمتر. ومن خلال الثلاثه دايركشن دايمتر فيلوسيتي اقدر اعرف اذا كان في بورتال هايبرتنشن ولا لا. زائد ان انا اعمل منظار، لان لو عملت اندوسكوب تعرفني اذا كان في فاريسز ولا لا. واخيرا الليفر ايه؟ الليفر بايوبسي، بس قبلها نعمل كذا وكذا عشان نطمن على البليدنج بروفايل. الصفحه اللي فاتت دي تعتبر في الامتحانات النظري هي اهم ورقه في الحصه كلها. في النظري الورقه دي هي اهم ورقه، لان الورقه دي تدل على ازاي اقدر افرق بين الاكيوز والكرونيك ليفر ديزيز او الديفرنشال. تمام؟ ازاي اعرف the features of chronicity اللي هي الكرونيك هيباتايتس صفحه 17. طيب عندنا اللي جاي يعني الفيرال هيباتايتس في شويه تفاصيل. بصوا يا شباب دلوقتي حالات الهيباتايتس بي، احنا اتفقنا ان كام في الميه من البي بيقلبوا كرونيك؟ 25%. تمام؟ والسي 50 70، ولكنه السيروزس فيه رابيد دي ايه؟ بروجريسيف. احنا بنقول مريض الكرونيك هيباتايتس بي بيجي لنا في العياده في حاجه من ثلاثه، يا اما عيان عنده بي بس ما عندوش سيمتوم وتم اكتشافه بالصدفه وده بيبقى كارير للديزيز ويتقل، يا اما عيان عندك مكتوب عنده كرونيك هيباتايتس بي. كرونيك هيباتايتس بي عند العيان غالبا بريزنتد مينلي بهيباتيك مانيفستيشن زي فاتيج وانوركسيا ونوزيا وفوميتنج وابدومينال بين، او عيان مينلي جاي باكسترا هيباتيك مانيفستيشن. وانا قلت لك ان البي بالذات الاكسترا هيباتيك مانيفستيشن فيه اكتر من الاي. تمام؟ زي نترايتس، زي ترايجلوبيلينيميا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، فاسكولايتس، درماتايتس وهكذا. مش كده؟ او علامات السيروزس بعد كده اللي هناخدها ان شاء الله في الحصه الجايه اللي هي مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير وغيره. طيب ايه الانفستيجيشن؟ سواء في البي او السي عندنا ثلاث كلمات. في عندنا اللاب اللي هو السيرولوجي والفيرولوجي والانزايم، وفي عندنا اللاب بتاع ده الراديولوجي وفي البايوبسي. وبرده مش جديد بالنسبه لنا ان احنا نبقى عارفين ان اللاب هنعمل سيرولوجي. ايه السيرولوجي؟ هيباتايتس بي مكتوب عندك سيرفيس انتيجين. طب ما احنا خدناه المره اللي فاتت في الاكيوت، لو استمر بوزيتيف فوق الست شهور يبقى كرونيك. الانتي هيباتايتس بي كور اي جي جي يعني ده معناه كرونيك انفكشن. ثم اخر حاجه الهيباتايتس بي اي انتيجين، لو بيرزيستنت هو كمان ممكن برضه فوق ست شهور اقدر اعتبر ان الحاله دي بقت برضه ايه؟ كرونيك. الفيرولوجي احنا اتعودنا نكتب جنبها بي سي ار، اهو هيباتايتس بي فيروس دي ان ايه بس بين قوسين هو ده البي سي ار. ورقم ثلاثه انزايم. انا قلت لك بص المره اللي فاتت الاكيوت هيباتايتس الانزيمات بتبقى ايه؟ عالية. هنا الانزيمات مايلد اليفيشن يعني ما بتبقاش شودنج اليفيشن زي الاكيوت. ثم رقم ثلاثه او اثنين الاول احنا قلنا راديولوجي وبايوبسي. راديولوجي اللي هو مين؟ إعادة للكلام دوبلر، لأن ممكن حالة الكرونيك تكون قلبت هايبرتنشن وأظل أعمل البايوبسي. وزي ما أنا حفظتك في السؤال إن البايوبسي مش
باثو نور، لكن هتقول لي السيفيريتي اوف كرونيسيتي عشان قبل العلاج وبعد العلاج اللي انا اديته للعيان، لكن هي ما هياش مش حاجه بتبقى موجوده في اللي بتسمعها. حاجه اسمها اسحاق او ايزاك كلاسيفيكيشن او سكورينج سيستم، ده بيبقى كلاسيفيكيشن او سكورينج سيستم فور كرونيسيتي كانت الباثولوجي. تمام. ايه الباثوجينيسيس؟ بصوا على الصبوره كده. الباثوجينيسيس بتاع حدوث فيروس بي، او خلينا نقولها بشكل تاني، ازاي جهاز، ركز على الصبور، ازاي جهاز المناعه بيقدر يتعامل مع الفيروس؟ اولا لو نتخيل مثلا، لو نتخيل ان الخليه اهي بتاعت الليبر، خليه الليبر اهي، اول ما بيدخل الفيروس جوه الخليه بيبدا يتحكم في الدي ان ايه بتاع الخليه. يعني مثلا عندي هيباتيتس بي فيروس، وبعد ما بيتحكم في الدي ان ايه بتاع الخليه يبتدي الخليه من بره بيطلع عليها حاجه يعني زي انتيجين، هتلاقي مكتوب عندك، مرسوم عندك خليه كده ومرسوم عليها حاجه اسمها، يعني عارف لما واحد يجي يستعمل حاجه يقوم رافع عليها العلم بتاعه، لعبته العاب الكونكر والحاجات دي، ريد اليرت والكلام، بيقوم رافع العلم، يقوم حاطط انتيجين عليها من بره يعلمها هيباتيتس بي 4 انتيجين. في الوقت نفسه في على الخليه من بره حاجه اسمها اتش ال اي بلس 1 انتيجين. ايه الاتش ال اي ده؟ يعني ده عباره عن انتيجين مسؤول عن خروجه جين جوه الخليه بتاع الخليه، يبقى في انتيجين يخص الخليه وفي انتيجين يخص الفيروس. وبالتالي لما السيتوتوكسيك دي سيل هي والناتشرال كيلر سيل، طبعا السيتوتوكسيك دي سيل اللي هي سي تي 8، تمام؟ لما الخليتين دول يبتدوا يلاقوا التو تارجت انتيجنز دول موجودين على الخليه، يبداوا هما مع بعض بسيكونس معين، يعني مثلا عن طريق سيتوتوكسيك تدي سيتوكاين للناتشرال كيلر، الناتشرال كيلر تروح الخليه تتعرف على الخليه دي، تبتدي تتعامل معاها وتكسرها. الناتشرال كيلر مع السيتوتوكسيك تي سيل الاثنين هيكسروا الخليه، بيتعاونوا مع بعض لتكسير الخليه. الخليه دي لما تتكسر تقوم ما تبتديش تعدي الخلايا اللي جنبها زي ما تصبحها بايظه تشيلها عشان الباقي ما يبوظش. هو ده بالظبط اللي بيحصل في جهاز المناعه، وكده دول ال 75% اللي احنا قلنا عليهم امبارح اللي هم هيخفوا ومش هيتحولوا الى مين؟ الى كورونا. الكورونيك بقى بيحصل ازاي؟ طب اذا كان ده اللي بيحصل، يعني اقرا كده الكلام، يقول لك هيباتيتس بي فيروس انفكت الهيباتوسايت كنترول الدي ان ايه، والفيروس انفكتد سيل اتاك باي ذا سيتوتوكسيك بي سيل سي دي. طب ازاي بيبقى اتاك؟ اتاك عن طريق لازم يكون في تو تارجتس على السيرفس عشان يبقوا اتاك. التو تارجتس هما هيباتيتس بي كور انتيجين و اتش ال اي بلس 1. السؤال بقى، وده مكتوب تحت الرسمه، ازاي بيحصل الكورونيسيتي؟ ان يبقى في ديفكت في الميكانيزم ده. يعني حضرتك انت متوقع ان الانتيجين ده يطلع بره، لا، ده في ناس الانتيجين ده غير قادر على انه يخرج بره، او الانتيجين ده مش عارف يخرج بره، او السيتوتوكسيك تي سيل ضعيفه شويه، او الناتشورال كيلر سيل، يقوم العيان يجي له ايه؟ كورونيك. وانا مهمتي ايه في العلاج بقى؟ مهمتي وانا بعالج حاله كورونيك هيباتيتس ان انا ارجع الحاجات دي لطبيعتها. مين احسن دواء لاقوه بيقدر يظبط اللي باظ ده؟ هو الانترفيرون، لان الانترفيرون بيشتغل بطريقه اسمها اميون موديليشن. اقرا بقى الكلام المكتوب معايا. الانترفيرون الناس كلها بتبقى متخيله انه انتي فايرال، وده مش مظبوط. هو له انتي فايرال افكت، ولكن الانتي فايرال افكت بتاعت الانترفيرون الفا ده بتبقى مالها؟ بتبقى مايلد انتي فايرال افكت. لكن المين افكت بتاع الانترفيرون ان بيعمل حاجه اسمها اميون موديليشن. يعني ايه اميون موديليشن؟ يعني لو كان الخليه ما عرفش يطلع على سطحها من بره هذه الانتيجين، بيساعدها في انه يخرج الانتيجين دي على السطح، يقوم جهاز المناعه يبتدي ايدنتيفاي الخليه على انها لازم تتدرب. تمام؟ ده رقم واحد. اول كلمه مكتوبه عندكم ان هو بيحاول يكسبريس ده اتش ال اي بلس 1 انتيجين. الحاجه الثانيه، لو الخلايا الناتشرال كيلر والسيتوتوكسيك تي سيل فيهم مشكله، وهو بيساعد على زياده الاكتيفيتي والماتيوريشن بتوع الخلايا، مش كده وبس، ده هو بيساعد كمان على
اللي بيعمل حاجه اسمها اكسبريشن للاف سي ريسبتور، عشان من بعض ساعات الناتشرال كيلر سيل وكده بيشتغلوا عن طريق الانتي بوديز، فتبتدي الانتي بودي دي تمسك زي الاف سي ريسبتورز موجوده بره تمام، وتبتدي برضه تحاول تاتاك الخارج. اذا في النهايه هي بتحاول تلعب بكل الطرق على جهاز المناعه تقوي، بتكتب بالعربي كده انها بتقوي جهاز المناعه عشان تكسر الخلايا. اذا ركز بقى في الكلام، ما ينفعش اسمع ان انا ادي العيان انترفيرون الا لو انا متاكد ان انا لما هموت شويه خلايا هتفضل بعض الخلايا ايه عايشه. فما ينفعش واحد يكون بدا يجيله مانيفيستيشن اوف ليفر سيل فيلير. اصل الليفر سيل فيلير ده معناه ايه؟ ان خلاص ما عادش عنده تقريبا او قليل قوي خلايا تكون سليمه. اذا انا مش هدي فرصه للانترفيرون الا لو العيان كرونيك بس ما وصلش لمراحل الدي كومبنسيشن، ما وصلش لمراحل الليفر ايه سيل فيلير. مين الكلام؟ عشان ان انا بعمل ايه؟ انا الانترفيرون معناه ان انا بموت الخلايا المصابه عشان احمي خلايا لسه سليمه يقوم العين يعيش بيها خلاص. لكن لو العين وصل لمرحله الدي كومبنسيشن ده ما عادش هينفعه غير مين؟ ليفر ترانسبلانت. كلام واضح؟ طيب معلومه ثانيه ودي هنصلحها مع بعض. مكتوب ان الاول في انتي فاير. ايه الانتي فاير؟ طبعا اربع كلمات او خمس كلمات مكتوب ان الانترفيرون بيمنع واحد السمبل يعني تجميع انفولدنج، لان في انفلوب مقفول على بعضه بيحاول الجهاز او الانترفيرون كانتي فيروس بيعمل انفولد للفيروس، وبالتالي لما بيعمل انفولد للانتيجن بتاعت الفيروس بيمنعه من التكاثر، بيمنع الريبليكيشن لوحده كده، وبيمنع دخول الفيروس من الاساس جوه الخلايا الثانيه، وبيمنع بعض الانزيمات اللي بتحاول تكسر الخليه او بتحاول تنشط وتكسر خلايا حواليها، تنتشر خلايا حواليها. حاجه ثانيه ان الدوز بدل 3 مليون دي خليها 6 مليون، ده بالاسم كاتبها كده 6 مليون يونت بير متر سكوير، بتتاخد سبكوتينيوس وبتتاخد 3 مرات في الاسبوع على مدار 6 شهور. طيب من ضمن الاسئله اللي جت مره قبل كده الجزء الصغير اللي جاي دوت يقول لك انت عندك مريض هيباتايتس بي كرونيك وبتحاول تديله ايتابيرون، تعرف منين ان العيان بادئ يتحسن؟ هتلاقي في سيكونس معين الكتاب كاتبه. ايه السيكونس ده؟ السيكونس ده ماشي بالشكل ده، بي يعني البوليمريز، اول حاجه بعد ما بدي انترفيرون بتبتدي تقل وتتحسن ان البوليمريز يبتدي يقل، يعني مكتوب عندك لوس اوف هيباتيتس بي فايروس دي ان ايه بوليمريز. اثنين ان يبتدي هيباتيتس بي اي انتيجن بعد ما كان بوزيتيف يبقى نيجاتيف. الدي فور دي ان ايه، ان الدي ان ايه بتاع الفيروس يبتدي يقل، والايه ان يبتدي الاي ال تي اللي هو السكيب بعد ما كان عالي يقل، والاس اخر حاجه بتتحسن هي الاس اللي هي الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجن. طبعا كلمه بيداس دي ملهاش اي معنى، كنت بشرحها مره للماليزيين فقالوا لي يعني مخلل بالماليزي يعني تمام، فقلت لهم لا هي ما احنا بالنسبه لنا ما بنعملش علامات يعني عادي مشيوها بيداس من غير حاجه تمام. طيب النقطه الثانيه المكتوب عندك في الجنب كده دي كانت كتاب الاسم مزودها عن المذكره القديمه عشان كده حطيتها مدلعين عندنا، ان في ثلاث حاجات يعتبروا زي جود بريدكتورز للريسبونس للانترفيرون، يعني في ثلاث حاجات لو لقيتهم في المريض اعرف ان شاء الله الانترفيرون هيجيب نتائج كويسه. لاحظ اول واحده فيهم ان الاي ال تي يعني السكيبت اكتر من مين. طب هو ليه كل ما السكيبت يزيد، ركز كده، السكيبت يزيد الريسبونس للانترفيرون يبقى كويس، لان ده معناه ان في انفلاماتوري مانيفستيشن، وده معناه ان جهاز المناعه لسه بايه؟ لسه بخيره يعني لسه شغال، تقدر تراهن عليه في انه يكسر لك الخلايا المصابه. زائد ان الفيرال لود اقل من 1000، يعني المعركه شويه معقوله ان الفيروس قليل شويه. واخر حاجه انك لو عملت بايوبسي وبصيت هتلاقي فين لسه في اكتف انفلاميشن، في الحالات دي فعلا الانترفيرون بيجيب نتائج كويسه. ايه السايد افكتس؟ من ضمن السايد افكتس اللي بيعملها الانترفيرون سايكولوجيكال ديبريشن، وبيعمل ليكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا، وساعات بيعمل الوبيشيا وبيديك زي فلو لايك سيمبتومز كده، انفلونزا لايك سيمبتومز، رشح وعطس وكحه وكده. عشان كده يقول لك احنا ما بنديش الانترفيرون، طبعا احنا المفروض واحنا بندي انترفيرون بنقعد نتابع الليفر انزايمز، بنقعد نتابع السي بي سي، البليتلت كاونت، الوايت بلاد سيل كاونت، لكن في نفس الوقت خد بالك من البدايه خالص لو عيان عنده سايكولوجيكال ترابلز من البدايه
ما بدلوش الانترفيرون لحد ما يتحسن وعالجه. ده واحد. اتنين، ما بديهوش للعيان اللي اوريدي جاي لي ببليتلت كاونت اقل من 50,000، وما بديهوش لعيان جاي لي من البدايه خالص ايه دي كومبنسيشن دي، ده على طول بنعمل له ليفر ترانسبلانتيشن. طيب ما احنا متفقين من شويه ان الانترفيرون يعتبر جود انتي فايرال ولا ويك انتي فايرال، وبالتالي لازم ادي مع انتي فايرال اللي هو اللامي بيودين، مش مهم الجرعة بتاعته. ايه الفاكتورز اللي بتتحكم في الكورس بتاع الديزيز؟ طبعا مالتي فاكتور، سواء كان الايج والسكس بتاع المريض، دوريشن اوف ايلنس اللي موجوده عندنا، جهاز المناعه، وطبعا الفيرال نفسه في منه بعض الجينوتايبس. ايه اهداف علاج الهباتيتس دي؟ كان دايما دكتور احمد عبد الله رئيس وحده الكابت عندنا كان دايما يقول لنا ايه؟ يقول لنا وانت بتعالج بيه انسى انك فكر انك لما هتدي العلاج ده انك هتنقل الفيروس من الجسم، محدش يقدر يدعي كده. لكن كل امل تمام واحنا بنعالج الهباتيتس بي ان احنا بس نقلل اللود، لكن ان احنا نعمل له كومبليت ايراديكيشن لا ده صعب. تمام؟ محدش يقدر يقول كده. النقطه الثانيه، هدفي كمان ان انا لما هعالج فيروس بي ان انا هساعد على الحفاظ على الفانكشن بتاعت الليفر قبل ما يحصل ليفر سيفيلير او قبل ما يحصل بورتال هايبرتنشن. طيب ايه كمان؟ بصوا مكتوب عندكم ان الثيرابي از نوت انديكيتد ان، يعني انا لو عندي، شوف اللي فات انا قلت الانترفيرون يجيب نتائج كويسه كل ما الاي ال تي كان عالي، ده كانت اول واحده. واول واحده مكتوبه ثيرابي از نوت انديكيتد ان نورمال اي ال تي، يعني انا عندي حاله والايه اللي تقول لي طب بس ده كرونيك بي، هقول لك بس الفيروس مش اكتف، مش عامل انفلاميشن، الفيروس نايم، ما تديش علاج. فاهمين الكلام؟ يبقى نورمال ايه اللي تي ما تديش تريتمنت، مش انديكيتد ان انا ادي ثيرابي. او يكون الهيباتيتس بي اي انتيجن نيجاتيف، خليهم احسن كده، يعني لو اي انتيجن از نيجاتيف، لو الاي ال تي از نورمال، تمام؟ وبالذات بقى مكتوب عندك لو الهيباتيتس بي فيروس دي ان ايه اقل من ليفل معين، او العيان ستيبل. يعني ايه ستيبل كورس؟ بصوا يا شباب، يعني انا عندي عيان خلاص هو اسيمتوماتيك، مفيش سيمتوم، مفيش علو للسكيب، مفيش بوزيتيفيتي للاي انتيجين، كل الحاجات دي لا تستوجب الثيرابي. استنى لحد ما حاجه زي كده تحصل، لان العلاج نفسه اولا رخم 6 شهور، ثانيا بيأثر على لان له اضرار زي ما احنا بنقول. ماشي؟ عارف لو انت هتدي كنت هتدي انتي فايرال وخلاص كنت هقول لك ماشي. لو اخترعوا دواء زي اللاميفيوزين او غيره مفيش منه سايد افكتس كتير للاطفال، اقول لك ممكن العيان ساعتها ياخده وانا مش قلقان من الثيرابي واديه عشان امحو الفيروس من الجسم وخلاص. لكن طول ما الفيروس مش اكتف ما تقلقش راحته زي ما بيقول. طيب ايه الانديكيشنز اوف ثيرابي؟ في بقى يعني زي ما بنقول اكسبشنز للي فات، يعني افرض اسمع، افرض انا عندي حاله فعلا الاي ال تي بتاعتها اي ال تي بتاعته نورمال، او انه عنده الهيباتيتس بي اي انتيجين نورمال، بس العيان ده محطوط على لسته الترانسبلانتيشن مثلا لسبب او لاخر وعنده كرونيك هيباتيتس، ساعتها حضرتك لازم تعالج قبل ما توديه يعمل ليفر ترانسبلانتيشن. ادي واحد. اتنين، ان العيان يكون كان كرونيك وحصل بعديه زي ري اكتيفيشن او اكيوت اكزاسربيشن. او رقم ثلاثه، ان يكون العيان الكرونيسيتي بالليفر، يعني مثلا انا عملت له ليفر بايوبسي، والليفر بايوبسي ركز معايا، عملت له ليفر بايوبسي وكان كرونيك مثلا سكور 5 مثلا، وبعدين جيت في مره ثانيه عملت له كفولو اب ليفر بايوبسي مره ثانيه ولقيت السكور بيزيد، يبقى في سيفيريتي بتاعت الكرونيسيتي بتزيد، ساعتها ان انا لازم ايه؟ اعالج كله. ماشي الكلام؟ طيب بالنسبه بقى للهيباتيتس سي، هو مش هنقول فيه كلام كتير غير انه زي البي بالظبط في اختلافات بسيطه. ليه؟ عشان الفيرينيا وعشان ما يرجعش مره ثانيه الفيروس للليفر اللي انا هشرحه. تخيل انت هتقعد في البطه دي اللي بتعمل بيها دايلز، يعني يشيل الفيروس من الجسم من خلال لما نعمل دايلز زي تشيك. هي نوت انديكيتد. بصوا يا جماعه ارجعوا تاني للصفحه، زمايلكم بيسالوا مكتوب هيباتيتس بي اي انتيجين نيجاتيف. ماشي، هيباتيتس بي اي انتيجين نيجاتيف مش هيتعالج، بالذات لو هيباتيتس اي انتيجين نيجاتيف يعني الفيروس نوت ريبليكيت، اي ال تي نورمال يعني مفيش انفلاميشن، رقم ثلاثه الفيرال لود قليل والكورس ستيبل، ده يتعالج ليه؟
او حتى لو كان اي انتيجين بوزيتيف لكن الاي ال تي از ستيل نورمال برضه قال لك ده ممكن ما تعالجوش. وتعالجوا امتى؟ في الثلاث حالات الاستثنائيه اللي تحت. خلاص. طيب هيباتايتس سي بقى الكلينيكال بريزنتيشن بتاعه السي زي البي ما عدا فرق واحد بس. ايه الفرق ده؟ احنا قلناه امبارح ان عشان الكرونيك بي يقلب زي ما قلنا الى سيروزس محتاج كام سنه؟ 25 ل 30 سنه. وبالتالي جمله مكتوبه اهي حضرتك صعب عيان طفل يكون عنده سي ويقلب ليفر سيلفيير وهو لسه طفل. هو ممكن يحصل له ده في الادوليسنس في الادلت هود وهكذا. طيب برضو مكتوب حاجه احنا هنزودها، مكتوب السيمتوماتيك اكسترا هيباتيك از هيباتايتس بي بين قوسين، بالذات حالات او بالذات لما بلاقي في الاكسترا هيباتيك ميكسد حاجه اسمها ميكسد كرايوجلوبيولينيميس. والمقصود ايه بميكسد؟ اكتب كده يعني جنب كلمه از هيباتايتس بي في الاكسترا هيباتيك از دي نزودها كتاب از ميكسد كرايوجلوبيولينيم. والمقصود بكلمه ميكسد ان كرايوجلوبيولين من نوعين، تكتب كده اي جي ام واي جي جي، فالاثنين بيبقوا بوزيتيف. طيب احنا الانفستيجيشنز مش جديده، المره اللي فاتت لو تفتكروا قلنا ان في برضه نفس القصه سيرولوجي فيرولوجي انزيمز راديولوجي بايوبسي. طيب سيرولوجي كان السيرولوجي هناك قلنا اس انتيجين وانتي بودي، امال هنا بقى السيرولوجي ايه؟ لايفرز اربعه جنريشن زي ما بقول لكم. اثنين فيرولوجي اللي هو بي سي ار كوانتيتيف وكواليتيف، واخر حاجه الانزيم. واتفقت معاك امبارح ان انزيمات الكبد في السي بتبقى فلكتويت بتاع لو انزل. حاجه الثانيه راديولوجي دوبلر بايوبسي نفس الكلام. ويمكن في جمله مكتوبه عندكم تحت في البايوبسي هو برضو اكتب نان باثوجنومونيك، يعني دوت انه نان باثوجنومونيك وبيحدد سيفيريتي اوف كورونيسيتي، يبقى نان باثوجنومونيك بس بيحدد السيفيريتي اوف كورونيسيتي زي البي. وفي جمله بقى شهيره اسمع خليك بعيد حضرتك اللاب عمره ما بيبقى مش بالضروره ان يكون كوريليتنج مع بايوبسي. يعني ايه؟ يعني مش معنى حضرتك انك لقيت ان الانزيمات عاليه قوي انك بالضروره لما هتعمل ليفر بايوبسي هتلاقيه انفليمد قوي. يعني وبالتالي طب ده يفيدني في ايه؟ يفيدني في ان انا عارف لو كان ده حصل، يعني لو كنا لقينا ان كل ما الليفر انزيمز بتزيد البايوبسي في الانفلاميشن بتزيد كنت مش هعمل بايوبسي. كنت كل ما لقيت الانزيمات عاليه اتعامل اعمل لها سكورنج لوحدها وخلاص. وبالتالي هل الليفر انزيم تغنيني عن ان انا اعمل ليفر بايوبسي؟ طبعا الجماعه بتوع دكاتره الكبد بيعالجوا المرضى بناء على التو فيتشرز مع بعض، يعني بيعملوا للعيان بايوكيميكال ماركرز وانفستيجيشن ويعملوا للعيان ليفر بايوبسي ويدوا كل واحده درجه وبناء على الدرجه دي بيحددوا العلاج، واخد بالك؟ وبالتالي لابد ان المريض يتعامل له الاثنين مع ايه؟ لان ده ما بيعملش ديتكشن لده او ما بيعملش كورليشن. طيب الباثولوجي مكتوب عندنا في الباثولوجي او يعني في البروجنوزس، انا اسف البروجنوزس قلنا ان كام في المية من الاكيوت يقلبوا كرونيك؟ خليها 50 ل 70 عشان الرقم يبقى زي اللي فات. وكام في المية بيقلبوا سيروزس من الكرونيك بقى؟ 20% هيقلبوا ليفر سيلفير، بس اكتب تحتها ده محتاج كام سنة؟ 25 ل 30 سنة. الجولف عكس البي، البي كان هدفنا اقصى امانينا في البي ان احنا نقلل الفيرال لود، بينما بالاسم عندنا كاتب ان الهيباتايتس سي ممكن اعمل له كومبليت ايراديكيشن وده الهدف. الانترفيرون الفا هتشيل كلمه الروت والديوريشن دي وخلي الدوز بس، واكتب كده ان الدوز بتاعه الانترفيرون الفا بيبقى 3 مليون مش 6 مليون زي البي، يعني بيدي 3 مليون بس بنفس المدد ثلاث مرات اكتب في الاسبوع على مدار 6 شهور تاني. يعني انا بدي على السبوره بدي 3 مليون وحده في المتر سكوير وبديه سبكوتينيس وبديه ثلاث مرات في الاسبوع وبديه على مدار برضه كام شهر؟ 6 شهور. ده كل حاجه زي البي ما عدا الجرعة بدل 6 مليون 3 مليون. البريدكتورز اوف فور ريسبونس ركز معايا، طبعا كل ما كان الفيرال لود اقل، ثاني حاجه كل ما كان الديوريشن زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان الديوريشن اقل يعني اقل من 5 سنين جاي له سي. رقم 3 ان ده بقى اكتب عليه ام سي كيو، ايهما افضل في الجينو تايبس بتاع الهيباتايتس سي؟ مين الاحسن في البروجنوزس؟
يعني احنا عندنا كذا جينوتايب، في جينوتايب 1 و2 و3 و4. بيني وبينك الأسوأ هو جينوتايب، انتوا عندكم كده يعني الاوحش في البروجنوزس ان لا، احنا عندنا اوحش واحد في العلاج هو جينوتايب 1. يعني انتوا في البطن حاجه والتروبيكال حاجه؟ لا، احنا عندنا السؤال ده جه في الام سي كيو، هي مكتوبه اهي، مكتوب جينوتايب اذر ذان تايب 1. يعني ايه جينوتايب اذر ذان تايب 1؟ يعني التايبس 2 و 3 و 4 علاجهم بالانترفيرون بيبقى احسن وبيجيب نتائج افضل من جينوتايب 1. خد بالك بقى لان دي جابوها عندنا في اسئله الام سي كيو. طيب طبعا لما العيان يكون السيروزس مش موجود ده طبعا البروجنوزس بيكون احسن. انت لو عندك عيان سي وعايز تتابعه بتتابعه بايه؟ بتتابعه بالليفر انزيمز، تشوف اللي بتتحسن عن طريق الليفر انزيمز بتقل بعد ما كانت عاليه. بس الاهم هو انك تعمل ايه؟ كوانتيتيف، اكتب كده بين قوسين كوانتيتيف بي سي ار. الريسبونس هم لقوا بعد ما بندي العلاج ده كله مش كل العيانين بيتحسن طبعا، عشان كده بقى جه دور اللامي بي دي. 40% بس اللي بيتحسنوا، وللاسف حتى مع العلاج ده نص الحالات اللي بتتحسن بيرجع يحصل لها للاسف ريلابس مره ثانيه. وطبعا زي ما كنا بندي مع الانترفيرون الفا هناك لامي بي دي، هندي هنا مع الانترفيرون الفا ريفرس. موضوع الاوتوميون هيباتايتس يمكن هو مش هيبقى جديد قوي بالنسبه للناس اللي خدت عمل، بس هقوله معلش ثاني. الاوتوميون هيباتايتس اكتب عليه فوق سؤال نظري، جه عندنا مرتين ثلاثه. وطبعا في العملي كلكم عارفين ان هو بيجي في السيناريو. الاوتو ايميون هيباتايتس ده دايما بنقول ده بتاع الثلاثة يس والثلاثة نو. يعني ايه ثلاثة يس والثلاثة نو؟ حضرتك وبرضه اكتب فوق في العنوان دايجنوزد باي اكسكلوجن. احنا عندنا امراض كتير في منهج الاطفال بتبقى دايجنوزد باي اكسكلوجن. 21 دايجنوزد باي اكسكلوجن. يعني ايه باي اكسكلوجن؟ حضرتك عشان تقول ان الطفل ده اوتو ايميون برضه اكتب نو سينجل، نو سينجل سيمتوم او ساين او تيست باخد نمونيك للاوتوميون. نو سينجل سيمتوم ساين او تيست باخد نمونيك للاوتوميون. يعني انا ما اقدرش اعمل تحليل واحد او اعتمد على سيمتوم واحده او اعتمد على ساين واحده تحلف لي كده وتقول ان الواد ده فعلا اوتوميون، ولكن انا محتاج كرايتيريا فور ذات. اللي انا بقول عليها اللي هي الثلاثة يس والثلاثة، الثلاثة يس كذا كرايتيريا، الثلاثة نو اكسكلوجن لثلاث امراض. يعني مثلا مش كده؟ الثلاثة يس طبعا ان الانزيمات تكون ايه؟ عالية. وان العيان تلاقي الاوتو اميون ماركرز عالية. وان الاميونوجلوبولين الاي جي جي يكون عالي. الثلاثة دول يعني ايه الانزيمات؟ اي ال تي واي سي تي عالي، ده دليل على ان في اكتف انفلاميشن. وان الاوتو اميون ماركرز اللي انا هتكلم عليها حاجه اسمها الاي ان اي وانتي سموث ماسل انتي بودي انا وازمه والحاجات دي تكون بوزيتيف. والثالث بتاعهم ان بصفه عامه الانتي بوديز الاي جي جي في الجسم تكون عاليه. والثلاثه نو ان حضرتك مش هتقدر، اسمع، مش هتقدر تقول ان الحاله دي اوتو اميون غير لما تكسكلود الفيروس اللي هو بالذات الهيباتيتس بي وسي كرونيسيتي. رقم اثنين انك تكسكلود الميتابوليك وعلى راسها الويلسون. مش معنى الويلسون؟ لان هنقول دلوقتي ان الويلسون دايما بيبقى بريزنت زي ما خدته في البطنه في الادوليسنت ايج، ما بيجيش في سن صغير. والاوتو اميون كمرض اوتو اميون دايما هو كمان بيبريزنت في الادوليسنت ايج، فاكتر ميتابوليك ديزيز بيتلخبط مع الاوتو اميون هو الويلسون. اكتر ميتابوليك بيتلخبط مع الاوتو اميون هو الويلسون، لان الاثنين ليهم توقيت واحد تقريبا. ثم رقم ثلاثه انت هتكسكلود بالهيستوري اي دراج اللي هو بنسميه توكسيك هيباتايت بين قوسين. يعني اي دراج انت يعني مثلا مريض ما بياخدش ديباكين، مريض ما بياخدش نيفوبريكسيك كيموثيرابي وهكذا، يبقى سعادتك قبل ما تقول انه اوتو اميون ان في الاول انه ويلكم ان في الاول انه فايرال عن طريق انك تعمل له الماركرز بتاع البي والسي وكده، وان في بالهيستوري ان هو بياخد اي دراج. طيب مكتوب عندنا بقى في الكتاب ان احنا عندنا في نوعين من وفي بعض الكتب بعد كده كانت ثلاث انواع. خلينا زي الكتاب احنا عندنا نوعين من الاوتو اميون هيباتايتس تايب 1 اند تايب 2. بمقارنه بسيطه كده هم حاطينهم قدام بعض. مين الاشهر في الاطفال؟ تايب 2. يعني الاشهر في الاطفال في اليانجر ايج هو تايب 2. تمام؟ تايب 2 يانجر بيشنت. نعم؟ لا انا يا جماعه مش بقول ان جنرال، خليك معايا.
انا بقول التاني مور كومون بس في الاولدر ايج. بص هو بصفه عامه انا بتكلم على الاطفال والكبار تايب 1 هو المور كومون اه، لكن انا بتكلم على الاطفال يعني من سن الصغير بيجي في مين اكبر يعني اليانجر ايج بيجي اكتر مع مين؟ تايب 2. كل ما السن صغر الاقي اكتر تايب 2، كل ما السن كبر الاقي اكتر تايب 1. ولكن بصفه عامه لان الاوتو مين هيباتايتس بيجي في الكبار اللي هم الادوليسنت والادلت ايج اكتر، في البطنه اكتر، في الادوليسنت اكتر، عشان كده بصفه عامه هو الاكتر بصفه عامه. خلاص؟ مين اللي بيستجيب للعلاج اكتر؟ يعني بيبقى الريسبونس بتاعه للاستيرويد يمكن احسن، وان كان لو سبته من غير علاج البروجريشن بتاعه للسيروز يعني اقرا معايا تايب 1 بس كده. تايب 1 مور كومون في الاولدر ايج، بيست ريسبونس للثيرابي بالبوسين كورتيكوستيرويد، ولكنه لو سبته الهيستولوجي بتاعه بيبقى مور بروجريسيف للسيروز سيكتور. وبمقارنه الاثنين بالانتي بودز لقوا ان تايب 1 اكتر معاه الاي ان اي وانتي سموث ماسل هما الاشهر يعني، بينما تايب 2 اكتر معاه حاجه اسمها انتي ال كي ام. مين ال كي ام ده؟ ليفر كدني مايكروسومال انتي بودي اسمه ليفر كدني شرطه كده، ليفر شرطه كدني شرطه مايكروسومال انتي بودي اسمه انتي ليفر كدني مايكروسومال انتي بودي. طيب حاجه ثانيه الاوتو اميون هو اكتر في انهي زي ما قلنا الادوليسنت واكتر في انهي 6 اثنين دول. ولو فاكرين الحصه امبارح قلنا في الفيرال هيباتايتس انه سيستميك ديزيز يعني عنده هيباتيك وعنده وقلنا فاكر الاكسترا هيباتيك بتاعه الفيرال هيباتايتس مش جايه من اميون ديزيز. اذا بالعقل بقى لو انا عندي اوتو اميون هيباتايتس ده هو نفسه اميون، اذا لو انا هقول الاكسترا هيباتيك مانيفيستاشن اكتر فيرال ولا اوتو اميون هيبقى اكتر في مين؟ اوتو اميون اكيد لان هو نفسه اميون. وبالتالي هتلاقي احتمالات الارثرايتس الباسكلايتس الدرماتايتس ده كان حتى كاتب لك جاسترايتس وثايرودايتس وكل ده وارد انه يحصل. فما تستغربش ان عيان عنده صفره وعنده اكزيما في الجلد، عنده صفره وعنده التهابات في المفاصل، عنده صفره والغده بدات تلتهب، كل ده معناه انه غالبا اوتو ايه؟ سؤال مهم جدا نظري الحته اللي في الاخر دي وات ار ذا باترنز فور بريزنتيشن اوف اوتو اميون هيباتايتس. بصوا يا جماعه رقم واحد ان يكون اسيمتوماتيك يعني واحد جاي صدفه بنعمل له ليفر انزايمز لانها عاليه ما عندوش جنس عنده ليفر انزايمز عاليه عمالين بقى نعمل انفستيجيشنز للليفر انزايمز العاليه اكتشفنا ان الاي ان اي از بوزيتيف قمنا عاملين الفيرال ماركرز لقيناها نيجاتيف الاي جي جي عالي خلاص شخصنا حتى وهو اسيمتوماتيك. او اتنين ان العيان يكون بقى كرونيك تمام ولكنه كومبنسيتد وان شاء الله الحصه الجايه هقول لكم في السيروز كلمه كومبنسيتد يعني ايه لان في مصطلح عندنا اسمه كومبنسيتد سيروزس ومصطلح اسمه دي كومبنسيتد سيروزس. كومبنسيتد انه اكتب القوسين ان ريجينريتنج نوديولز اعلى. ثلاثه ان العيان فاكر المره اللي فاتت قلنا هيباتايتس اي فيروس انديوسد اوتو ايمين هيباتايتس يعني هيباتايتس او اوتو ايمين هيباتايتس حصل لها تريجرنج باي هيباتايتس اي يعني هيباتايتس اي فيروس انديوسد. او رقم اربعه يكون العيان دي كومبنسيتد بس وزاوت انكفالوباس. واخر واحد هو البالمنت هيباتايتس اللي هو ويز انكفالو يعني عندي درجتين من الليفر سيلف واحد ويزاوت انكفالوباسي والتاني ويز انكفالو. ايه الانفستيجيشنز بتاعت حاله الاوتو اميون؟ احنا بنقول الكلام مش جديد زي اللي انا قلته من شويه حضرتك الانزيمات هتبقى عاليه التوتال اي جي جي هيبقى عالي الاوتو اميون ماركر اي ان اي وانتي سموث ماسل وانتي ليفر كدني مايكروزومال بوزيتيف. ورقم أربعة اسمع لو الحالة وصلت للمرحلة الأخيرة دي اللي هي مرحلة الليفر سيلفية تتوقع إن الألبومين هيكون قليل والبروثرومبين تايم هيكون عالي. وبعدين هتلاقي نفس الكلام راديولوجي وبايوبسي الراديولوجي برضو اكتب دوبلر ألتراساون تمام برضو بيديتكت مكتوب البوردال هايبرتنشن. أمال البايوبسي بقى في ست جمل وركز معايا فيهم مكتوبين تحت عنوان باثولوجي أوف أوتو إميون هيباتايتس. مبدئيا اول جمله مكتوب ان في فايندينجز ار مور كومون اكتب بين قوسين ار مور كومون وذ اوتو اميون يعني في حاجات بتوع الباثولوجي لما بيسحبوا عينه من الكبد بيلاقوها كتير في الاوتو اميون زي
دي حاجه اسمها انترفيس هيباتايت. بص كده على السبوره، احنا مش بتوع باثولوجي، لكن لو الهيباتيك لوبيول بالشكل ده جنب بعض كده، فكلمه انترفيس هيباتايتس يعني بنلاقوا انفلاماتوري سيلز على جنبين الهيباتيك لوبيول، انترفيس قدام بعض انفلاماتوري سيلز موجوده كده. الحاجه الثانيه ان ساعات بيلاقوا جوه البورتال تراكت وجوه الهيباتيك لوبيول كلها ستراكشر بلازما سيل. البورتال تراكت بيلاقوا بلازما سيل. رقم 3 و4 نيكروزس، سواء النيكروزس ده بص كده على السبوره، حاجه اسمها بريدجنج نيكروزس. يعني ايه بريدجنج نيكروزس؟ يعني يلاقوا نيكروزس عبر الطرق ما بين اللوبيولز وبعضها، او مالتي اسينر يعني كذا اسينايت كده موجوده، يعني بيسموها مالتي اسينر جوه الليفر. الاربعه دول كمسميات حتى من غير ما تعرف الباثولوجي بتاعهم ازاي بالظبط، تحفظهم كده، اثنين نيكروزس وبلازما سيل والانترفيس هيباتايتس. الاربعه دول مور كومون مع الاوتونيو، لكن هل هما باثوجنومونيك للاوتونيو؟ الاجابه لا، هما وارد الحاجات دي الاقيهم بدرجات مختلفه مع كورونيك هيباتايتس تاني باسباب اخرى. اذا برضو مش دول كتير موجودين مع الاوتونيو، لكن وجودهم ما ياكدش وغيابهم ما ينفيش الاوتونيو برضه. اذا هما نمبر كومون. وبالتالي رقم اربعه السؤال بقى المشهور، طب اذا كانوا هما لم يثبتوا ولا ينفوا، انا محتاج اعمل ليه ليفر بايوبسي في حاله الاوتوانيوم؟ انا مش بعمل بايوبسي، اسمع، زي ما قلنا في الانفكشن بالظبط، عشان ان انا اقول ان اوتوانيوم، بس انا بعملها عشان اديتكت الايه؟ سيفيريتي اوف كورونيسيتي، بحيث ان انا اعمل عينه قبل العلاج واعمل عينه بعد العلاج عشان اشوف العلاج حسن المريض دي واخد قرار اوقف علاج ولا ما اوقفش. لان للاسف مرضى الاوتوانيوم هيباتايتس ساعات بنضطر نعالجهم مدى الحياه، لان انت عارف مرض الانفكشن انت ممكن اعمل ايراديكيشن للفيروس والجسم ويقف العلاج لحد كده، لكن اصعب من الانفكشن الاوتوني، لان مرض الاوتوني مش في الليفر بس، الاوتوني عندنا في امراض دم، الاوتوني في الليفر، الاوتوني في الروماتولوجي، المرضى دول علاجهم بيبقى فيري ديفيكولت، لان انت ما تعرفش جهاز المناعه كل شويه ينشط ويرجع يرجع، اللي احنا بنسميه ريميشن اند ايه؟ اند اكسبشن. فمضطر ساعات في بعض الاحيان توقف علاج شويه ترجع تدي تاني، توقف لحد اخر العمر. طيب حتى هما بيفكروا للمرضى دول بالذات اللوبس يستخدموا الخلايا الجذعيه ستيم سيل، يعني على اساس انها ممكن تكون حاجه تعمل كومبليت ايراديكيشن، يعني دي محاولات. مين الديفرنشال دايجنوستكس على السبوره؟ هما اللي هما الثلاثه مين؟ الثلاثه نوع اللي انا قلتهم، الويلسون والدراج والانفكشن. العلاج بقى ازاي تعالج حاله اوتو اميون؟ احنا قدامنا في حاجه اسمها ابسوليوت انديكيشن وريلاتيف انديكيشن، واكتب عليها سؤال، يعني جابوا سؤال قبل كده indications of therapy حالات الاوتوانيوم. حضرتك امتى تاخد قرار ان العين ده لازم يتعالج؟ كلمة absolute يعني لازم، ان انت عندك الانزيمات عالية ومكتوب عندكم AST وليس ALT، لانه AST اكثر اهمية في الاوتوانيوم. AST ممكن يكون اكثر من 10 فولد، اكتب اكثر من 10 فولد يعني كام؟ يعني اكثر من 400، تمام؟ طيب لو اكتر من 5 فولد والاي جي جي اكتر من 2 فولد برضو يعتبر ابسولوت انديكيشن، يعني تاني يعني اول واحد جود، لو لوحده معدي ال 400 او معدي ال 200 بس مع الاي جي جي معدي ضعفين الطبيعي، في الحاله دي احتاج برضو ابسولوت، او ان يكون العيان عنده بقى نيكروز زي مالتي اسينر او بريدج نيكروز، لان دول اعلى درجتين من البايوس. على الجانب الثاني لو الجوت عالي بس مش محقق، او الاي جي جي عالي بس مش محقق الابسوليوت انديكيشن، او العيان سيمتوماتيك سيفير سيمتوم، او العيان عنده سيمتوماتولوجي يعني، او العيان عنده مش نيكروزس، عنده مجرد انترفيس هيباتايتس اللي هي درجه اقل من النيكروزس، ده بنسميه ريلاتيف انديكيشن. طب ايه الدواء اللي انا بديه؟ احنا هنا ركز الفيروس انفكشن، انا كنت فيك ايه عشان اعمل ايه في جهاز المناعه؟ انا بس حاجه لجهاز المناعه تنشط خلايا جهاز المناعه في مقاومه الفيروس، يعني بنشط الناتشرال كيلر سيل، بنشط السيتوتوكسيك تي سيل، واخد بالك؟ لكن هنا انا مضطر اعمل اميون، عشان كده ما ينفعش تعالج اوتو اميون من قبل ما تكسبلود مين؟ الفيروس، لانك لو اديت طبعا اميون سبريشن وفيروس موجود هيحصل فلاريك وتبقى مشكله، وهي من الاصعب انك تلاقي العيان عنده الاثنين مع بعض، ساعتها العلاج بيبقى صعب، بس ساعتها
انت بتوازنها بقى اللود بتاع الفيروس قد ايه فبتدي انتي فايرال وبعدين بعد كده ممكن تدي انسبريشن لما الفيرال لود يقل حاجات كده ما عليكش انت الكلام. النقطه الثانيه ايه الدواء اللي بنديك امين سبريشن؟ بريدنيزون وازا سايوبرين بنفس الجرعه وبنديهم لمده قد ايه؟ ركز بقى انا وانا بدي العلاج بعمل ايفالويشن لمين؟ اولا الادويه بالذات الازا سايوبرين من الحاجات اللي بتاثر على صوره الدم يعني زي ما احنا لسه واخدين الانترفيرون بيأثر على صوره الدم نفس الكلام الازا سايوبرين ممكن يسبريس البليت كاونت وهكذا. وعشان كده كل شويه بجيب العيال اعمل له ايه اللي تي واي سي واعمل له سي بي سي عشان لو لو الازا سايوبرين بدا ياثر على سي بي سي اقلل الجرعه اوقفه شويه ثم اعمل العيان بايوبسي قبل العلاج واستنى سنه لحد ما الليفر انزيمز والانيون ماركرز كل دول يبقوا نيجاتيف الايه اللي تي رجع للنورمال الايه بتاع ده الانيون ماركر بقوا نيجاتيف وقعدنا كده سنه كامله. يعني ايه قعدنا كده سنه كامله؟ يعني العيان فضل ستيبل سنه كامله وسحبت له بايوبسي والبايوبسي برده الانفلاميشن بتاعه قل ساعتها حضرتك لما تلاقي الكلام ده في استقرار في البايوبسي سنه في استقرار في اللاب سنه اقوم ابدا اقلل الجرعه جراديوال. وهنا بقى بقلل بيقول لك كل شهر تشيل 5 ملغ. مين اللي بنقلله الاول؟ الكورتيزون. ولما نوقف الكورتيزون خالص ممكن اسحب بعد كده الازا ايه؟ الازا سايوبرين. بس انا عايزك تزود جمله في الاخر ان التريتمنت مي بي كيبت فور لايف. يعني ممكن لان ده سؤال ام سي كيو في اخر المذكره. يعني هل صح وغلط كانت مكتوبه؟ هل الاوتو اميون هيباتيتس ممكن يفضل يتعالج مدى الحياه؟ ممكن يفضل يتعالج مدى الحياه. اخر موضوع عندنا هو الميتابوليك ليفر ديزيز. واكتب عليه هو بصراحه هو عمره ما كان جه نظري لحد السنه اللي فاتت او يعني سنه ونص. تمام جابوا السؤال ما كانش طالب الصفحتين كلهم بس كان طالب الدايجنوستس يعني اول ورقه بس. هو كتاب الاسم عندنا شارح 5 ميتابوليك ديزيز بس شارحهم باختصار جدا جدا. كاتب ايه؟ كاتب رقم واحد اولا اكتب فوق في عنوان الميتابوليك كلهم اوتوزومال ريسيسيف. كل الميتابوليك ليفر ديزيز الخمسه المكتوبين كلهم امراض وراثيه كلهم بيجوا اكتر مع زواج الاقارب. الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي هو بيكونوا اوتوزومال ريسيسيف ديزيز. تبص لي كده لو عندي ثلاث اشخاص خلاص بالنسبه للصلامة هو مرض ريسيسيف اذا في كام احتمال للجينات؟ كلنا حافظين يا اما يكون اي كابتل اي كابتل اي كابتل اسمون او اي سمول اسمون. طبعا ده مين؟ ده الهوموزايجس المصاب ده الهيتيروزايجس الكارير وده السليم وهو ده اللي مكتوب عندك في المذكره بس مكتوبه بشكل تاني مكتوب بي اي زد زد. تمام ده اللي هو اسمه الاسم كانه هو ده الاسم الاسم اللي كان باقي وبي اي ام زد اللي هو الهيتيروزايجس وبي اي ام ام ده نورمال. هما علموها كده وقالوا عليه ده اسمه الاميون فينوتايبنج او فينوتايب بتاع العيان. بس بيني وبينك هما لما بيجوا يشخصوا الالفا 1 انتي تريبسين اولا نكتب الالفا 1 انتي تريبسين بيبقى بريزنت ايرلي ايرلي انفانتايل يعني من اسوء العيانين الميتابوليك في البروجنوزز هو الالفا 1 انتي تريبسين. ليه؟ لان ممكن يبريزنت بسيروزس في الايرلي انفانتايل لايف. اكتب كده كان بي بريزنت باي سيروزس ان ذا ايرلي انفانتايل لايف. ولو عملنا ليفر بايوبسي عادة ايه السبغات اللي بتبقى بوزيتيف؟ مكتوب عندنا في اي اس بوزيتيف اللي هو البريودك اسيد شيك فاكرينه؟ ولو عملنا في صبغه اسمها دايستيز بتبقى نيجاتيف في الغالب. مش علينا اكتر من كده في الالفا وده اللي بيتكتب في الامتحان. الفا 1 انتي تريبسين بنعمل حاجه اسمها جين ستادي وبنعمل ليفر بايوبس. الجين ستادي في منه ثلاث انواع والبايوبسي بحتاج اعمل صبغتين واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف وكلكم حافظين في الباثولوجي حاجه اسمها اميون هيستوكيمستري اي اتش سي ده بقى بيشخص اي حاجه عموما مش الالفا 1 بس. اثنين البوشيه بين قوسين ده يعتبر ليبيد ستورج ديزيز تمام واحد من اللايزوزومال ديزيزز. فاكرين لما قلت لكم اي ميتابوليك ديزيز قصع صبور بيبقى مركب بيتحول لمركب وهكذا فاللي بيحصل ان فيه انزايم بيبقى سيرت جين. السؤال انهي انزايم بيبقى افكتد في حالات الجوشيه؟ حاجه اسمها جلوكو سيريبرو سايديز. افتكر حتى الجي مع الجين الجوشيه
مع جلوكوزريبروسايتيز. وبالتالي عارف انت لو عايز تشخص مرض ميتابوليك، مش احنا قلنا ان لما الانزيم ده يقف المركبات دي تبتدي تزيد، فلما تزيد تبتدي تتراكم. طب لما تتراكم بالعربي تتراكم فين؟ تتراكم في الليفر والسبلين، تتراكم في الليمف نود، تتراكم في البومر. عشان كده تلاقي مكتوب عندك ان العيال بتوع الجوشيه عندهم هيباتوسبلينوميجالي، دي واحده هيوج هيباتوسبلينوميجالي فظيعه. اثنين، انك ممكن تلاقي العيالين عندهم فان سايتوبينيا، هو مش انيميا وتروبوسايتوبينيا بس، ده فان سايتوبينيا، وبتشخصها عن طريق ان احنا نعمل زي المومارو اسبريشن. طب لو انا عايز ادور، فاكر لما قلت لك بص عايز تشخص العيان ده، ممكن تديتكت الانزيم سواء بقى في الوايت بلاد سيل او كده، جلوكوسيريبروسايتيز انزيم هتلاقيه قليل في الخلايا الوايت بلاد سيل والفايبروبلاست، او تعمل له مكتوب تحت خالص بالكونفيرم بالجينوتايب، جينوتايب ده اللي هو جين ستادي طبعا. ولو عملنا ليبر بايوبسي هو ده مش فاتي، عشان كده هتلاقي كلمه فوم سيلز اللي موجوده، فوم سيلز دي توزس يعني فوم سيلز، هي عارفين الشكل الخليه بتاعت الفات سيل اللي هي سيجنت شيد كده وبتاع، تلاقي في فات سيل زي الخاتم. الويلسون ديزيز انتوا بتاخدوه في البطنه التفصيل اكتر، بس عايزين نقول انه المشكله في الويلسون في انهي جين مسؤول عن تكوين مين؟ سيريولوبلازمين. هو مين السيريولوبلازمين ده؟ يقل الكبر. طب لما السيريولوبلازمين يقل الكبر هيزيد في الدم وهيزيد في الليبر. يعني لو عملت مكتوبه تحت خالص في الصفحه هتلاقوا لاب ستادي السيريولوبلازمين قليل واليورينري كبر، طبعا هو في الدم بيبقى عالي في اليورين بيزيد، والليبر ايرن كونسنتريشن. وكلكم برضو حافظين في البطنه ان المرض ده بيعمل حاجه اسمها هيباتولنتيكولار ديجنريشن، هيباتيك عشان الليبر سيفير، بس السيروزس في الليبر بيحصل في الادوليسنت والادلت يعني اكتر. طب ومين الحاجات اللي في النيورو بيسمعوا عن لينتي فورم نيوكليس يعني بيضرب البيزل يعني، فالعيالين دول عندهم شوف الكلام مكتوب ان كوردينيشن اوف ذا فولانتري وان جلانتري. طب ما دي تعتبر مانيفيستاشن ايه؟ اكسترا بيراميدال. اكتب كده يعني جنب النيورو بيبقى عنده زي كوريه كده، يعني بيبقى العيال عنده بور كوردينيشن ان جلانتري موفمنت، وبيبقى فيه زي ديسارتريا بيتهتك. وبرده تاني يعني هو ديزيز بتاع ويلسون اكتب جنبه الكلمه دي هيباتو لنتيكولار ديجنريشن. يعني ايه هيباتو لنتيكولار ديجنريشن؟ يعني المرض ده بيضرب حاجتين، بيضرب الليفر واللينتي فورم نيكلس اللي هي البيزا جنبه، تمام؟ فالعيان تلاقي عنده سيروزس وتلاقي عنده مانيفستيشن البيزا جنبه افكشن اللي هي بنسميها اكسترا بيراميدال مانيفستيشن. واحنا لو تفتكروا سواء بقى في نيورو البطنه او عندنا في نيورو الاطفال قلنا اكسترا بيراميدال انه ما بيتحكمش في الفولنتري موفمنت وبيجي له كمان انفولنتري، تمام؟ وديس ارتري الكايسر فليشر رينج اللي هي دايره بني مسفره كده بتبقى موجوده في الليمبس، بس بيقول لك دي حاجه مش بطنمونك على فكره، في امراض ثانيه بتعمل كده. رقم اربعه العيان بيبقى عنده ارترايتس، وخمسه اوتو اميون هيموليتيك انيميا يعني بيبقى عنده هيمولايز. الجلاكتوزينيا احنا خدناها قبل كده بس انتوا ناسيين في الوراثه. قلنا ايه عن الجلاكتوزينيا؟ لو تفتكروا ده طفل مش قادر يكسر اللاكتوز، تمام؟ او مش قادر يحول الجلاكتوز لجلوكوز. اكتب كده يعني هو واحد طفل مش عارف يحول الجلاكتوز انتو جلوكوز، مش عارف يهضم الجلاكتوز، فيبتدي يتراكم هو والمركبات بتاعته. مشكله بقى كبيره ان لما بتتراكم المركبات دي بتتراكم في الليفر ماشي بتعمل سيروزس، تتراكم في البرين بتعمل منتال ريتارديشن، تتراكم في اللينس بتاعت الاي تعمل كتر. عشان كده حتى يقولوا دايما عندنا في الاطفال لما بيجي لنا طفل عنده بيليروبين عالي دايركت بيليروبين او عنده كابت كبير لازم تبص من ضمن الاكزامينيشن اي اكزامينيشن، عشان لو لقيت ليفر كبير ومعاه كتر افكر في جلاكتوزين. هي كده. طب مين الانزيم اللي بيقل؟ اسمه جلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانسفيريت، اسمه كده جلاكتوز 1 فوسفيت يوريدايل ترانسفيريت، ده انزيم مسؤول عن الميتابوليزم بتاع الجلاكتوز. طبعا انا هدور عليه فين؟ مكتوب عندكم بدور عليه في الار بي سيز مينلي، بالاضافه الى بص يا شباب هو انا لو عندي الجلاكتوز مش عارف يتحول الى جلوكوز مش ده معناه انه هيزيد في الدم وهيبتدي ينزل؟
اليوريك. فاحنا زمان في الكيمياء ان الهكسوزس لما بتنزل في اليورين، مش كنا في اختبار كده بنحط بتاع على النار كده فهلين وبندكت، عشان كده هو مكتوب عندكم ريديوسينج سابستنس. اكتب فوقيها فهلين، يعني ان انا لو جالي عينه وعايز اعرف العينه دي فيها هكسوز ولا لا. فاكرين كلمه هكسوز يعني ايه؟ هكسوز يعني ممكن يكون جلوكوز، جالاكتوز، ده اسمه هكسوز، فركتوز ده اسمه هكسوز، خلاص. بس هل تفرق ما بينهم وبعضهم؟ ما تفرقش. فبيقوموا عشان يتاكدوا، اصل ساعات انا اسمع ما بيبقاش عندي تحليل الجالاكتوز واحد فوسفيت يوريدايل ترانسفيريز ده يعني غالي، فبقوم عامل ايه؟ لو انا شكيت في جالاكتوزيميا اخد عينه يورين من الطفل واحط عليها فيلينج وبنديكت والكلام، طلعت بوزيتيف كان في هكسوز. افرق الاثنين من بعض ازاي؟ بيعملوا حاجه اسمها جلوكوز اوكسيديز تيست. الجلوكوز اوكسيديز تيست ده لو بوزيتيف يبقى اللي نزل في اليورين ده جلوكوز، لكن لو نيجاتيف يبقى الثاني يبقى جالاكتوز، يعني هو بيسسبكت. طبعا لو عايز تكونفيرم هتعمل تدور على جالاكتوز واحد فوسفيت يوريدايل ترانسفيريز، او اكتب كمان في جين ستاد، يعني في زي ما قلنا هناك في الالفا 1 انتي تريبسن، زي ما قلنا في البوشي، كل ديزيزز الميتابوليك عايز تتاكد مليون في الميه تعمل حاجه اسمها ايه؟ جين ستاد. اخيرا في مرض اسمه جلايكوجين ستورج ديزيز، ويمكن لو تفتكروا في العمل كنت قلت لكم ان في 11 نوع، كان في نوعين هما اللي بيعملوا مايوباسي ماسل ديزيز. 2 و5 بالظبط كده، نوعين 2 و5. لكن انواع اللي بتعمل ليفر سيل فيلير او سيروزس 1 و3 و4. بس في حاجه عايزه اكتبها جنب كلمه الجلايكوجين ستورج ديزيز، بص لي كده. هو لو انا عندي بص على الصبور الجلايكوجين اهو ومش ما بيعرفش يحصله الميتابوليزم، هو المفروض الجلايكوجين في الاخر بيتحول الى مين؟ جلوكوز. ركز ركز، حول الى جلوكوز. اذا لو في قفله في النص هل الجلايكوجين يعرف يديني جلوكوز؟ اذا العيان هيبقى عنده هايبر ولا هايبوجلايسيميا؟ اكتب كده، العيان هيبقى عنده مانيفستيشن اوف هايبوجلايسيميا، يعني يبقى عنده هيباتوميجالي ومانيفستيشن اوف هايبوجلايسيميا. ومن ضمن الابروش افهم بقى بتاع اي هيباتوميجالي ان انا اسال الام، اقول لها بالذات الاطفال يعني، اقول لها يا ماما الولد ده ما بيعرقش كتير، ما بيجيلوش تشنجات كتير، واخد بالك؟ لان الحاجات دي كلها تعني ان في مانيفستيشن دوت بالذات بالليل، يعني اقول لها بص اشمعنى بالليل؟ لانه على مدار النهار هو بيرضع كتير، فصعب ان يدخل في هايبوجلايسيميا. لكن تيجي تقول لك يا دكتور الواد ده بينام وبيصحى من النوم عرقان جامد، ضربات قلبه سريعه وساعات يتشنج، دي كلها مانيفستيشن دوت ايه؟ اوف هايبوجلايسيميا. على طول بنقوم نشخص لو في هيباتوميجالي بنشخص جلايكوجين ستورج. اخر حاجه العلاج، للاسف هتلاقي معظم الحالات دي علاجها ليفر ترانسبلانتيشن، يعني الالفا 1 انتي تريبسين كل اللي اقدر اعمله، يعني لو هنكتب تريتمنت اوف تشويس ترانس زرع جنبها كده كلمه زرع، اقصى امانيك انك ممكن تعالج لو بورتال هايبرتنشن مثلا تعمل له منظار وبتاع، لو حاله كوليستيز ساعات بنديله تريتمنت تبقى كله عمل. اثنين ايجوشيل، يمكن الوحيد اللي له سبيسيفيك ثيرابي في الموضوع هو الجوشيدا. ليه بقى؟ بص يا شباب دلوقتي بيني وبينك هو حل الخمسه كلهم جين ثيرابي، بس احنا زي الثلاسيميا كده الجين ثيرابي لسه اندر ايه؟ رايق. بس يتراوح العلاج الافيشنت ثيرابي من مرض لمرض، يعني مرض البوشيه عشان يتعالج تماما والموضوع ما يرجعلوش بنعمل له حاجه اسمها ستيم سيل ترانسبلانتيشن. يمكن ده حاجه غريبه شويه، ازاي البون مارو ترانسبلانتيشن يكون علاج لميتابوليك ديزيز؟ اسمع عشان انت مش هتسمع الكلام ده تاني. ازاي الستيم سيل ترانسبلانتيشن علاج لميتابوليك ديزيز؟ اصل انا هتقول لي اصل البون مارو بتاعه افكتد فعشان كده بعمل له، لا مش عشان كده، مش عشان العيان عنده بون مارو افكشن انا بعمل له ستيم سيل ترانسبلانتيشن. امال الفكره في ايه؟ الفكره ان انا بنقل له خليه اندفرنشيتد، تمام؟ والخليه الاندفرنشيتد دي ممكن لما تدخل الجسم عند الطفل تحصل لها ديفرنشيشن ويبقى جواها اللايزوزومز اللي جواها النورمال انزيمز اللي انا مديها من بره، فلما يبقى فيها النورمال انزيمز بيحصل لها زي ترانسفير لخلايا الجسم اللي موجود، وبالتالي تبتدي اللايزوزومز دي اللي فيها النورمال انزيمز الجلوكوسيريبروسايديز يشتغل ويفضل مع العيان موجود جوه النخاع ويبدا يعيد تكوينه مدى الحياه، تمام؟ وبالتالي ده بيبقى علاج نهائي. بس طبعا الترانسبلانتيشن ليها يعني اضرارها،
يعني ليها مخاطرها. تسمعوا عن حاجه اسمها جي في اتش دي، جرافت فيرسس هوست ديزيز، كلام كنتوا بتاخدوه في المايكرو في المناعه قبل كده. بس اللي انا اقصده اكتب كده بين قوسين لايزوزومال ترانسفير وخلاص، يعني جنب كلمه بوم مارو ترانسبلانتيشن اكتب الكلمتين دول لايزوزومال ترانسفير، لان انا كده لما بزرع نخاع ليس الغرض ان انا احسن الهيماتولوجي. لا، زرع النخاع هنا بمعنى زرع خلايا جذعيه ستيم سيلز، وزرع الستيم سيلز بيحمل معاه اللايزوزومز اللي جواه النورمال انزايمز، وبيحصل له حاجه اسمها لايزوزومال ترانسفير. مش هندخل في التفاصيل، بس لما تيجي تسمع بعد كده ستيم سيل ترانسبلانتيشن استخدام الخلايا الجذعيه وزرع الخلايا الجذعيه، هو مش فقط بيعالج لوكيميا، مش فقط بيعالج فشل في النخاع، ده ممكن يعالج امراض وراثيه تمام زي ميتابوليك ديزيز. بس النقطه الثانيه بقى، قدروا يخترعوا الانزيم ده اللي هو اسمه السيريزاين او الاندوتريبروتايدين، صنعوه حطوه في فايل، بس للاسف ده غالي جدا واحنا ما بنعرفش نحصل عليه غير معني هنا في مصر. يعني احنا عندنا وحده الكبد، وحده الكبد للاطفال عامله زي اتفاقيه كده زي بروجكت كده مع ناس بره، مع يعني جمعيه بره، بنديهم الداتا بتاعت البيشنتس عشان يتاكدوا ان العيانين فعلا موجودين، وهم بيبعتوا لنا العلاج. العلاج ده فكرته ايه؟ ان العيان بيجي لنا كل فتره ياخد حاجه زي ريبليسمنت بين قوسين كده، ريبليسمنت ثيرابي. يعني هو بيقول لك مش ده ناقصه الانزيم الفلاني؟ خلاص هنديه له فريكوينت، والعينين فعلا بيتحسنوا عليه. بس طبعا بتحصل بعض المشاكل، تحصل مشكله في استيراد الدواء ده، فالعينين يفضلوا من غير ايه؟ من غير علاج فتره طويله. طيب ايه هدف العلاج؟ هدف العلاج واحد، ان انا ارجع الليبر انزايم نورمال. اثنين، ان انا احسن البليت كاونت لو عامل بون مارو سبريشن. ثلاثه، ان انا الليبر والسبلين الكبار دول لما ادي الانزايم ده بيكسر الميتابولايت فيرجع الليبر والسبلين لحجمهم الطبيعي. وطبعا للاسف حالات البوشيه دول السبلين بتاعهم زي ما انا كنت لسه قايل لك من شويه بيبقى هيوش، فاحتمالات الهيوش سبلين ايا كان سببه ان يحصل هايبر سبلينيزم عالي، فممكن في وقت من الاوقات للمرض اضطر اعمل ايه؟ والسبلينكتومي له طبعا اضرار كتير. فلما انا ادي الانزيم بيقلل احتمالات ان انا ممكن احتاج اعمل سبلينكتومي. حاجه ثانيه، مرضى البوشيه عندهم اكمن الميتابولايت سبلين بتترسب جوه البون، فيبتدي العظم نفسه يفلتريت البون مارو، يبتدي العظم يكون ايه؟ يحصله زي اوستيوبوروزس. فكون ان انا ادي الانزيم فانا بكسر الميتابولايت، فيبقى العظم ماله جامد، واقلل احتمالات الفراكشر والباثولوجيكال فراكشر والاوستيوبوروزس. الويلسون احنا بندي العيانين نسمعوا عن حاجه اسمها بنسلامين، او في دواء اسمه تيتا اللي هو مكتوب عندك تراي اندلين تترامين، والجلاكتوزيميا كلكم حافظين خدنا في الوراثه ان انا بقلل الاكلات اللي فيها لاكتوز. يعني الطفل لو صغير اديله لاكتوز فري ميلك، وما ادلوش اي منتجات البان. ثم اخر حاجه خالص تسمعوا عن، احنا قلنا جلايكوجين ستورج ديزيز مشكلتهم في مين؟ في الهايبو جلايسيميا. فكانوا بيتغلبوا على فكره الهايبو جلايسيميا دي عن طريق الفريت، يقوموا مركبين للعيان زي انبوبه هو مشكلته مش هو صح، لان طول ما هو صاحي انا بدي العيان بيرضع فمفيش هايبوجلايسيميا. مشكلته لما بينام فتره طويله. طب اتغلب على الهايبوجلايسيميا هو نايم ازاي؟ ففكروا يركبوا العيان ميزوجاستريك تيوب وهو نايم، ويبداوا ازاي يوصلوها في بامب كده ويعملوا زي دريب، بس لو حاجه مش عمليه الطفل يتحرك بتاع. فلحد ما اكتشفوا كورن فليكس، عارفين الرقائق الذره، يعني نشا الذره. اشمعنى يعني نشا الذره؟ قال لك اصل ايه الستارش اللي موجود في نشا، يعني في نشا الذره ده موجود في الذره، بيبقى تكسيره بطيء. يعني ايه تكسيره بطيء؟ يعني عشان الاميليز يبتدي يكسر اللي ياخد وقت، وبالتالي اكتب بيديك ستيدي ليفل اوف بلاد جلوكوز فور ا لونج تايم. بيدي ستيدي ليفل اوف بلاد جلوكوز فور ا لونج تايم. عشان كده الناس اللي بتاكل كورن فليكس على الفطار دي ناس نصبه، يعني تمام، لان كل على السحور بقى بتديك ستيدي ستيت اوف جلوكوز. شويه بطاطا وخلاص، او ممكن تجيب ذره وكده. ماشي، ان شاء الله الحصه الجايه يوم الثلاثه تبقى سيروز بزنس.